طبعا لازم اقول انه الشعر او النسق الشعري اللي موجود هنا بيتوائم تماما مع الشخصيه الرومانتيكيه لرشا الحسين. يعني الشعر ده شعر رومانتيكي، ولما اقول رومانتيكي فانا اتحدث عن الخصائص والحمولات التي تبرر لنا ان نصف نصا بانه نص رومانتيكي. بستعيد كتاب الرومانتيكية للناقد الكبير الراحل المؤسس المؤصل الذي غبن، الدكتور غنيم عناد. كان له كتاب خاص عن الرومانتيكية، أفضل ما كتب عن الرومانتيكية مذهبا ومدرسة وإضاءة نقدية. هنا لما تقول مثلا خبريني خبريني عن منايا عن حنيني، أنت يا شمس نهاري في حنايا الحب ديني. استخدم معاك تفعيلة الرمل الطروق. تهيألي كده هي عندها نوع من التخابث الفني، لأنه النص ده يغنى. يعني من السهل إنك تجيب كورس أو إنك تجيب جوقة أو إنك تجيب حتى مطرب بحنجرة كده جبلية ويحول هذا إلى غناء. طبعا احنا المسرح عندنا ارتبط في البدايه من ايام خليل اليازجي بالغناء، ومعانا طبعا نقاد مسرح ومعانا مشتغلون بالمسرح، لكن تاسيس النص المسرحي في مصر والعالم العربي ارتبط بالحاله الغنائيه بالبدايه، وجود الجوق او وجود الكورس لازم، وده ما كانش عبء على النص المسرحي، انا ارى انه كان ضميمه واضافه للنص المسرحي. في برضه تلاعب رمزي بالجمل والمفردات، لما يقول مثلا فواز حان وقت الغروب يا حبيبتي فلنسر الى حيث القدر. حان وقت الغروب، اي غروب؟ هو قدامنا حرفيا غروب الشمس، بس مش مقصود هنا غروب الشمس، المقصود غروب قصه العشق، غروب الحبيبين، ولو وسعت الدايرة غروب العصر كله، انت في آخر عصر المماليك، لأن بعد كده شنق المشهد الشهير موقعة مرج دابق ومشهد الشنق وطومان باي ونهاية عصر المماليك، وبتدخل في حقبة جديدة، فتمشي معاك غروب حقبة أو غروب مرحلة، لكن هي سابتها لك كده الغروب، افهمها بقى كما تريد. عشان أأكد لك المسار الغنائي حطيت لك طائفة داخل النص ولهم دور بنيوي، المنشدون. لو عينيها مش على الغناء ما كانتش حطت هذا التيار أو فكرة المنشدون، لكن هي أشارت أو أثارت فكرة المنشدين، فبتدي للمخرج مساحة أخرى ليدخل الغناء بالضرورة إلى النص المسرحي في ظل وجود المنشدين. خير بيك من باي يريد أن يستدير إلى جيوب الأغنياء، وده يفكرك بحاجات كتيرة، طريقتنا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية لازم نتضاير على جيوب الناس، فدي حاجة قديمة متجذرة من أيام المماليك. طب ما تعمل أنت سياسات مالية تضمن تعظيم الموارد، وأنت كل ما تتزنق تعمل صندوق وتتضايق على جيوب الناس. طب انت هنا تشعر من الذي يقول هذا؟ خير بيك بيقول خزائن السلطة خاوية والحوانيت والتجار خزائنهم ممتلئة حد الشبع. بيبقى أول تفكير للسلطة دائما في الأزمات والضوائق أن تستدير إلى جيوب الناس. طب الطبيعي انك هتعمل سياسات اقتصادية وإنمائية تضمن تعظيم الموارد، الطبيعي انك تضغط الإنفاق في بلاطك الملكي. لا، ما كانش في تفكير لده، الاستدارة إلى الجيوب. عشان كده أنا بقول لك رشا الحسيني تضع قدما في الماضي وقدما في الحاضر، عينها على الماضي والعين الأخرى على الحاضر. بصوا معايا بقى لغة مرزوق
يعيش الملوك وأكل الديوك وطبخ جنابه بلحمة أبوك، يقصف ما يقصف وتسلم إيديه رقاب كل مصري تسلم عليه. شفت بقى هي نزلت للغة ولاد البلد خالص، شقاوة ولاد البلد. وده اللي كان بيعمله فؤاد نجم. فؤاد نجم كان يخلق في نصه فكرة المستوى، في مستوى يلائم مثقفي وسط البلد، في مستوى آخر يلائم شقاوة مصر التحتية، وفي مستويات بقى راح أجيب سرور ما تتقالش في الأوضة، ما تتقالش هنا، مستويات ثالثة بقى أو مستويات رابعة. أنا أقصد يعني أميات نجيب سرور نمشيها أميات. إيه؟ خفة الظل مع النصر طول الوقت، يعني بيقول لها أو دميانة بتقول له ابحث عني برائحة عطري، فبيقول لها فواز جعلتني كلبك إذا سأعضك عندما أجدك، فتقول له دميانة ابحث يا جروي الحبيب. أنت قدام بلغة علم النفس اللذة السادية واللذة المازوخية مضفرة لك كده مجموعة كوكتيل كده على بعضيه. بس النص ده أنا أرى أنه قابل للعرض مع بعض التعديل. لو في مخرج بقى هيقعد يقول نعدل إيه ونشيل إيه ونحط إيه، لكن هيبقى فيه تعديل. هو فواز حلمه إيه بالظبط؟ حلم فواز من البداية حلم متعذر الحصول. أنت من الأول بتحلم بدميانة وتعرف أن دميانة زوجة للبنداري، فهي ليست خالصة لك. طب حلمك إيه؟ حلمه أن تطلق من البنداري لتخلص له. وطبعا دون هذا الحلم كما يقول العرب خرط القتاد. مين اللي هيطلقها؟ من الذي يملك أن يطلقها من صاحب الصولة والحول والطول رأس المال الضخم ده؟ مين هيقدر؟ ولا حتى السلطان يستطيع. فالحلم من البداية حلم مجهد، مجهد قبل أن يكتمل. لكن هنا فكرة أن تعيش لمجرد الحلم. عجبني أوي مشهد العناق بين العاشقين، لأن المشهد ده معناه اختيار لحظة الموت. طبعا هي بالنسبة لدميانة، بالنسبة للعاشق المعشوقة مش لحظة اختيار لأنها أصيبت بالطاعون، لكن بالنسبة لفواز لحظة اختيار. الموت كان اختيارا، اختار أن يموت في حضن حبيبته. إيه؟ ولما احتضنوا بعض كان متوقعا، ودي أول مرة توقع حاجة وتحصل مع نصها، ظهور الهاتف. كان لازم يظهر الهاتف، فظهر الهاتف وبدأ يعقب على رحيل العاشقين. وتغيب في هذه الدروب وتموت من فرط التعب، وتعيش بعدك قصة تحكى وتنشر في الكتب. خلاص أصبح العاشقان أليجوري، أمثولة رمزية تنشر في الكتب. هنا بيتدخل المتولي بنفس العامية المصرية خفيفة الظل، لما الفقر بقى داس على الجميع وأطاح بالجميع. هس يا فقري هس يا فقري، سأدق نعشك بالشاكوش، لغاية ما يقول حلق حوش حلق حوش. ده الجزء ده، المقطع ده أغنية. ليس عندي ظل من شك إنها فكرت في شخص يمسك بالعود ويلحن هذا المقطع. المقطع ده لم يوضع ليقرأ، لكن وضع ليلحن وليسمع. لغاية ما وصلتنا للجزء المؤلم، موقعة مرج دابق، موقعة انهيار فترة المماليك. وهنا حطيت لك ما أسميه بالمصاحبات، دي برضه هيشتغل عليها المخرجين بقى بالإيكو بصدى الصوت، هيشتغلوا للصبح، لأنها حطت مع الموقعة ومع ما حدث نعيق الغربان. وهنا أنت ممكن تتخيل بقى المخرج هيعمل إيه، هيبدأ يظلم المسرح إظلاما جزئيا أو إظلاما كليا مع بعض بقاع الضوء، ويطلع لك بقى صوت الغربان بالإيكو.
يعني انت ممكن تتخيل ما الذي سيصنعه المخرج بهذا المهد. في الاخر بقى الجملة الصادمة، يسدل الستار على دولة المماليك التي عمرت 3 قرون. شوف مع لحظة الختام نقلتك للعام وليس للخاص. أنا طبعا أحييها على هذا النص، وأنا شايف أنه في كلام كتير يتقال في محاكمة كيوبيد في الـ13 مشهد مشهد مشهد، وفي كلام كتير يتقال عن بيكاسو، بس الضمير النقدي لابد أن يقنع بنص واحد حتى يصبح مثارا للنقاش. بأجدد التهنئة برشا الحسيني، أول اسم يدخل إلى ساحة المسرح الشعري بهذا الزخم، لأن المسرح الشعري كان ذكوريا وظل ذكوريا لفترة طويلة. وأحييها أيضا على جائزة اتحاد الكتاب، وهي جائزة مستحقة تماما لها، وأحييها مرة ثالثة على هذه الجائزة. شكرا دكتور حسام على هذا الضيف الرائع.